أهلا بكم. اليوم سنكشف عن ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي. لقد أطلقت الصين روبوتاً جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي، والنتائج مذهلة. هذا الروبوت هو الأقوى على الإطلاق. صمم هذا الروبوت باستخدام أحدث التقنيات ليدفع حدود الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة، وهو متاح الآن للتجربة المجانية للجميع. يتمتع هذا الروبوت بقدرات فائقة تفوق كل ما سبقه من حيث الأداء والذكاء، فهو قائم يقدر على التعلم والتكيف وأداء المهام بدقة وسرعة مذهلتين. تخيلوا عالم يمكن فيه للذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المعقدة، مما يجعل حياتنا أسهل وصناعاتنا أكثر كفاءة. هذا هو المستقبل الذي تبنيه الصين بهذه التكنولوجيا الرائدة. Primer time. والأفضل من ذلك أنكم لستم بحاجة للانتظار لتجربتها. يمكنكم تجربة هذا الروبوت المبتكر مجاناً الآن. ما عليكم سوى التوجه إلى الرابط في الوصف لبدء رحلتكم إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ابقوا على أطلاع على آخر التطورات في هذا التقدم التكنولوجي المثير. Break time 0.5. اشتركوا واضغطوا على أيقونة الجرس حتى لا تفوتكم أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي.